الانطلاقات مستمرة، الإبداعات متجددة مع تجدد الأشواط الصباحية التي تقام على أرضية هذا الميدان صفة الميادين، ميدان سيح صبرا. شوطنا الرابع ينطلق بحفظ من الله ورعايته، خصص للقعدان المشتركات، نسير مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط الباز. وسعيد بن مطر بن خويدة مشامسية يتقدم مع الباز على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني وصول من خلال تواجد هملول وسالم بن كبينة هلينيبي خذ المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات وانطلق من خلال تواجد هنا ايضا ووصل لزام احمد بن يمعة بن كلثم الخيلي خذ المركز الثالث مع لزام. هذه النتيجة للثلاث المراكز الاولى المتقدمة. ياهي اسماء بعد الثلاث المراكز الاولى الباحثة عن ناموس هذا الشوط، الباحثة عن انتصار هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الباز. يتقدم الجميع لينطلق مع الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ياهو إبداع، ياهو انطلاق في هذه اللحظات، ما شاء الله. الباز على الصدارة، الباز على مقدمة الشوط، يتقدم الجموع في هذه اللحظات، يقدم الباز سعيد بن مطر بن خويدة مشامسية. ياهو انطلاق، ياهو إبداع، ياهو عرض، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذا الانطلاق ولا فلا مع رعم تيلة، ما شاء الله. النقطة الثانية في هذا الصباح، أول أشواط القعدان مع مهدي، ثاني أشواط القعدان مع الباز، وهنا أيضا رابع الأشواط في مجموعة الأشواط. تهانينا والناموس لمالك هنا أيضا الباز سعيد بن مطر بن خويدة مشامسي. أشكرك يا رعم تيلة على هذه المشاركة الفعالة على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني تقدم اللزام احمد بن يمعة بن كلثم الخيلي. المركز الثالث هنا ايضا تقدم في هذه اللحظات شعار بن كبينه، اذا صح هذا التعبير، مع حملول سالم بن كبينه هلينيبي. هذه النتيجه 2:09. تهانينا والناموس يا رعم تيلا على هذا الانجاز وعلى هذا المال الطيب.